الفيديو ده عشان كل ما شير فيديو للشيخ جابر البغدادي او الشيخ يوسف الرابر الاقي ناس كتير قوي بتقول لي خلي بالك ده صوفي واوعى تسمع له واوعى يا دكتور تكون صوفي. فبسالهم سؤال واحد قد كده بقول له يعني ايه صوفي؟ للاسف ما بيعرفش يجاوب ده اغلبيه كده. بلاقي اللي بيجاوب غلط يعني يقول لي الصوفي ده معناها بيروي احاديث مكذوبه عن النبي، الصوفي ده معناها اللي بيعمل حضره والموالد والكلام ده. طبعا ده مش تعريف الصوفيه. الامام الغزالي رحمه الله كان من ائمه الصوفيه. الامام الغزالي ده من اساتذه علماء الازهر تمام، وايام ما كان الازهر ازهر، مش بتكلم عن الازهر دلوقتي خالص يعني ماشي. الشيخ شعراوي رحمه الله كان بيقول الامام الغزالي يعني كان بيستند اليه في حاجات كتير قوي وكان استاذ من اساتذته. فالامام الغزالي رحمه الله ادى تعريف الصوفيه وعمل كتاب عن الصوفيه، قال لك ان الصوفيه هي الاهتمام باعمال القلوب فضلا عن اعمال الجسد. يعني ايه؟ يعني في حاجه اسمها الفرائض القلبيه زي تقوى الله والخوف من الله وحب الله ورسوله عما سواهما والتوكل على الله وخشيه الله والخشوع بين يدي الله من هذا القبيل. فيقول لك تغليب الفرائض دي فضلا عن اعمال الجسد، يعني مش هقلل اعمال الجسد انا هزود اعمال القلوب. يعني ازاي اتفكر في تقوى الله، ازاي اخلي حب الله ورسوله عما سواهما في قلبي يملا قلبي، ازاي اخاف من ربنا سبحانه وتعالى، ازاي اتوكل على الله توكل الحق. ده معنى الصوفيه. بالنسبه للشيخ جابر البغدادي ناس كتير قوي بتقول لي ما تسمعلوش وبيروي احاديث مكذوبه والكلام ده. كل الشيوخ بالنسبه لي واحد، انا ما عنديش شيخ احسن من التاني، لكن انا بحب الشيخ جابر لانه بيتكلم في اعمال القلوب لحد ما. فالفكره كل الناس بتقول لي شوف شيخ ثقه واسمع له، فلازم اي حد اي شيخ انا بسمع له فبدور ورا الكلام اللي بيقوله. يعني روى حديث بخش قبل ما احط الحديث ده في دماغي واعمل بيه بخش اشوف الحديث ده ضعيف، الحديث ده منكر موضوع، حديث قوي مذكور من اللي رواه، بشوف الكلام ده كله عنه. فناس كتير قوي بتقول لي ما تسمعش الشيخ جابر البغدادي لانه بيروي احاديث مكذوبه. انا شفت شيوخ كتير جدا بتروي احاديث خاطئه واحاديث ضعيفه. الشيخ شعراوي رحمه الله طبعا اللي بيخلط في الشيخ شعراوي بالنسبه لي ما اسمعلوش اصلا، بس الشيخ شعراوي رحمه الله كان بيروي احاديث من الاسرائيليات على انها احاديث قدسيه، احنا كنا بنفهمها ان هو حديث قدسي تمام، لكن هو ما قالش لفظا ان هو حديث قدسي. حتى الشيخ جابر برضه في بعض الحاجات اللي بيقولها بلاقي حد بيقول لي شايف ده حديث مكذوب، والراجل ما بيقولش قال الرسول عليه الصلاه والسلام او قال النبي، هو بيتكلم باللغه الفصحى فاللي بيسمع بيفتكر ان هو حديث. طب انا دوري ايه كواحد بسمع لكل الشيوخ في العموم كلهم بالنسبه لي واحد، ان اي حد بسمع منه معلومه لازم ادور وراه ولازم اعرف اساس المعلومه والمعلومه صحيحه ولا لا، او مصدرها ايه بالنسبه له، في حديث في ايه قرانيه تبع المعلومه دي ولا لا، راي العلماء فيها ايه، بدور في المعلومه دي. طب اللي ما بيدورش ورا المعلومه دي ما يسمعش للشيخ اصلا. طب انا بعمل ايه بالنسبه للشيخ جابر البغدادي؟ انا بشير المعلومات اللي انا هكون على يقين المعلومه دي صح، يعني بلاقي له فيديو كويس كده قال فيه معلومات جميله او حاجه روحانيه كويسه دي اللي بشيرها عنه. طب اي حد من ورايا بيسمع للشيخ جابر وبيعمل بقى بكل اللي هو بيقوله بالظبط زيه زي اي شيخ تاني بالنسبه لي انا بشير له، اي حد يمشي وراه انا مش مسؤول ان هو يمشي ورا الشيخ ده، ما ادورش وراه. الشيوخ بالنسبه لي كلهم واحد، والشيخ جابر بالنسبه لي شيخ وعالم جليل جدا زيه زي شيوخ كتير جدا زي الشيخ سمير مصطفى، الشيخ ايمن عبد الرحيم، ياسر ممدوح، عمر عبد الكافي، محمد راتب النابلسي، دي كلهم شيوخ على راس من فوق. لكن اي حد فيهم بيقول معلومه لازم ادور وراه، لان جل من لا يخطئ. كلنا نتمنى نكون صوفيين لو فهمنا معنى الصوفيه، وهي زي ما قال الامام الغزالي رحمه الله الاهتمام باعمال القلوب فضلا عن اعمال الجسد. اتعلم ازاي تحب ربنا، اتعلم ازاي تحب النبي عليه الصلاه والسلام، اتعلم ازاي تتقي ربنا. ناس كتير قوي ما يقول لك اتقي ربنا، ناس كتير قوي مش فاهمه يعني ايه اتقي ربنا، يقول لك يعني خاف ربنا، والخوف من الله حاجه وتقوى الله حاجه ثانيه. فارجو تكون المعلومه وصلت وكلنا في الاخر موحدين، ارجو ان ما حدش يقول على حد ده قبوري وشركي، انت بتكفر حد بالله، وكلنا بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، والنبي عليه الصلاه والسلام قال من قال لا اله الا الله موقنا بها او مخلصا بها دخل الجنه. سيدنا ابو ذر قاعد قال له يا رسول الله وان زنى وان سرق، اظن ما فيش حد من الشيوخ بيعمل دول، وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق لا اله الا الله. هي الناس بتنتحر ليه؟ هي الناس بتموت بعضها ليه؟ هي الناس بتشرب مخدرات ليه؟ هي الناس بتلحد ليه؟ ما لقوش حد يقول لهم الله، ما لقوش حد يعلمهم يصلوا على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وجعلنا في ولو في العمر مرة لحظة تصحو فيها ضمائرنا وتشهد فيها بصائرنا ونعيش صعود طوالع مشاهدينا. يا الله لا إله إلا أنا.